عليكم السلام وبركاته. أنا في مزرعة أخونا المهندس سمير في مصر هنا ما شاء الله، أشوف أحجام بسم الله ما شاء الله المبدع مهندس سمير. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة، ونورت مصر والقاهرة ونورت مزرعتنا المتواضعة، وإن شاء الله خطوة عزيزة بسم الله ما شاء الله. أشوف أحجام جامبو بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ده هو الفلاين بلغتنا المصرية كده، فلاين على أبوه. إيه بفضل الله، ده خط فلاين، ده مش ملعوب فيه خالص، هو صافي. بفضل الله. دي بالنسبة للأم، دي واخدة عيال أم تانية، أم اسكندرية. فاحنا بنبني لها نوع من التبني يعني. لكن ده فلاين، ده خط الهجين اللي بنشتغل عليه لإنتاج اللحم، لأن في السوق عندنا في مصر مطلوب شوية الألوان، فخلطنا ما بين نيوزلندي، ما بين اسكندرية، ما بين بابيوم. ده خط الهجين ما شاء الله. أشوفك يعني مهتم بالأرانب، ليش الحمام لا والغنم لا؟ والله هو تقدر تقول عشق الأرانب في دمي يعني. أنا من أول ما تخرجت 97 وأنا بشتغل أرانب 24 سنة، حاولت أخش الحمام ما حبيتهوش، بس مع أنه ناس كتير بتحبه، لكن أنا عاشق للأرنب، حابب الأرنب، والحمد لله ربنا بيرضى. واسمع أنه كل شهر عندها ما شاء الله الأرانب. إحنا بتبقى دورة حياتها المفروض من أول الولادة لغاية وزن البيع، اللي هو بيبقى حوالي كيلو 802 كيلو. ده بيبقى حوالي 65 يوم تقريبا. لكن الأنثى الأنثى في طبقا للنظام اللي انت بتشغلها عنده في المزرعة، الناس الفلاين بتشتغل من أول 4 شهور ونص، يعني 5 شهور بتبقى نضجت وبتشتغل معاك. كل شهر هي مدة حملها من 30 ل 33 يوم، متوسط 31. ما شاء الله عليك. في نظامنا هنا احنا بنشتغل نظام 7 أو 8 ولدات في السنة. ما شاء الله. مش كل شهر احنا بنشتغل. عليها. تحافظوا على الأمهات يعني. بالظبط. ده النظام بيطلع أرنب صغير مفتوم كويس، صحته كويسة، بنقدر ننتج منها كويس. لكن في نظام اللي هو المكثف، ان انت تلقحها كل شهر اول ما بتولد، ده بيهلك الام بسرعة وبيطلع أرنب ضعيف. لكن بالنسبة لنا احنا هنا شغالين بنظام اللي هو 42 يوم، اللي هو التلقيح على اليوم العاشر. ما شاء الله. فتقريبا بتعمل لها حوالي من 7 إلى 8 ولدات في السنة كلها. ما شاء الله. بفضل الله يعني، وماشي تمام بفضل الله. طيب اللحم حقه يعني احسن من الغنم واحسن من الأرنب؟ شوف يعني هات اي حد ما بيفهمش لا غنم وما بيفهمش أرانب. طيب. ونحسبها مع بعض. الأرنب بكام وتكاليفه كام ويديك كام؟ والغنمة بكام وتكاليفها كام وتديك ايه؟ الفاينل هنا هتديني ايه؟ صح كده؟ صح. هو ده اللي انا اقدر اقول عليه، ده يكسبني ولا يخسرني. الام دي ابسط الامور خالص يعني، لا قدر الله لو ماتي انا خسرت حق الام، لكن من عيالها بتنتج ام تانية على طول. الغنمة ما تقدرش تطلع واحدة مكان واحدة. صح. استحالة. الارنب فيه الميزه دي، الدواجن ما فيهمش الميزه دي، يعني لو فرخ تسمين مات خلاص ما بتقدرش تعوضه. انا عندي الام لا قدر الله ماتت، من خلفتها بتكون عامل احلال بتخش مطرحها على طول، فدي ميزه. الميزه الثانيه انه بفضل الله بفضل الله بفضل الله، اذا احسن تجهيزات مزرعتك والعلف وكل اللي اخدت بالاسباب، فالام دي بتنتج معاك ضعف وزنها كل 40 يوم تقريبا. ما شاء الله. ضعف وزنها كل 40 يوم تقريبا. ما شاء الله. بمعنى انها لو ولدت 6 ولا 7 ولا 8 وجيت فطمتهم عمره 35 يوم 700 ولا 800 جرام، تلاقيهم مجموعهم حوالي 6-7 كيلو. ضعف وزنها. ما شاء الله. واخد بالك؟ طيب العليقه انت اللي تعملها؟ العليقه بتاعتنا احنا تركيبه كان الدكتور نصر السيد يحيى عاملها، وانا بكبسها في مصنع معين جنبنا هنا. ايه. بنروح نعملها، لكن العليقة يعني زي ما بقول لحضرتك دي عليقة خاصة بينا احنا، التركيبة معمولة لنا بحيث ان احنا ناكل بيها. ما شاء الله. اشوف صحتها كويسة ما شاء الله. الله كويسة. اكبر الحمد الله لله الله. يعني ما شاء الله وقفاص كده خاصة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. جميلة وهادية دي ما شاء الله. يجي 3 كيلو اقل شيء ولا 4؟ لا ما شاء الله دي تعدي 4 وشوي. ما شاء الله. دي أمهات كله. تربية عيون وممنوع ينزل على الأرض. لا كل انت شايف الصرف، كل المخلفات بتاعتها بتنزل على الصرف دون. الصرف دون لو احنا مشينا مع بعض شوية. هي. هنا هو. هي. معمول بميل. الميل ده بيرمي على اوضة التفتيش دي او المجرى.
المجرى دي بتسلم المجرى اللي بعدها، المجرى اللي بعدها بتسلم اللي بعدها، اللي بعدها بتسلم بره المزرعه خالص. يا سلام. فانت حضرتك دخلت هنا شميت ريحه امونيا؟ لا 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 لا، مع ان احنا بالليل بفضل الله. ومراوح هنا كشوف مراوح ضخمه في الطاقه، في شفاطات كبيره 140 في 140 دي بنشتغل عليها في التبريد في الصيف وسحب الامونيا في الشتاء. بس اشوف الموقع مسلح مكلف، المفروض الناس يحطوا هناجر. لا ما زي ما بقول لك احنا هنا العنابر في نظامين، يا اما تمليك يا اما ايجار. المزرعه دي بالنسبه لي انا ايجار لسه، ما بفضل الله ربنا يكرمنا ونبقى ناخدها، يعني هي معروضه للبيع ما شاء الله، بس هي ايجار. فاحنا بنأجرها بالسنه وبنعمل عقد كل 5 سنين كل 7 كل 3 على حسب اللي بيأجر لك يعني. ما شاء الله. دي الانظمه في مصر. لكن الهناجر ان انا اعمل دور واحد كمزرعة ما بقتش مجدية، تكلفة عالية والأرض عندنا في مصر غالية. غالية. لكن هنا بتعمل دور واثنين وثلاثة واربعة وربنا يرزق. طيب ما تعطوها برسيم وعلف خضراء؟ لا لا لا، كل الحاجات اللي هي بتحتاجها داخلة في العلف بتاعها. دي طبعا الذكور لو هنبص هي مختلفة، العيون بتاعتها مختلفة عن عيون الأمهات. ده 6 ذكور على رأس الخط، كل خط عليه الذكور بتاعته اللي احنا بنشتغل عليها. لكن انت شايف اهو هذا العيون ده بيت الولاده ما شاء الله. ما شاء الله. وده متبني برضو اهو. بسم الله. وتتبنى عادي؟ بتتبنى بطريقه معينه بنعملها. معانا هنا كمان يا الله ما شاء الله الاسكندريات. يا الله ما شاء الله. ولا تحط لها قش وكده هي بتنتف، لكن احنا بنحط لها انصاره، بنجهز لها البيت الولاده قبل ما بتولد ب3 ايام. هنا مرحله ثانيه اهو دي خلاص بداوا ياكلوا مع امهم، فبنشيل بيت الولاده وبنحط لهم علافه مزدوجه مع العلافه بتاعه الام، ونحط لهم العلف اللي هو اهو هم طبعا واكلينه اهو. اوه ده العلف حق الصغار. شيء نظيف 100% ما شاء الله. ده خط الهجين. يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك والتنظيم. بفضل الله بفضل الله لو قارنا ربحية الغنم وربحية الأرانب، فربحية الأرانب تفوق ربحية الغنم ما شاء الله. ولحم صحي. ولحم صحي والدكاترة نفسهم بيوصوا بيه، يعني أعلى نسبة بروتين وأقل نسبة كوليسترول ونسبة دهون متوسطة، فأحسن لحم ممكن أي حد يأكله وغير منافس للبشر. بالضبط، غير منافس للبشر. لأن الدجاج يأكل ما يأكله البشر، الغنم يأكل ما يأكله البشر، حبوب بالزبط. الأرانب لا 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 لا، الأرانب كل الأعلاف بتاعتها، الذرة الصويا اللي بتجينا مستوردة، والدريس البرسيم الردة الحاجات دي كلها بيخش في تركيبات أعلاف معينة ما شاء الله. ففضل الله مقارنة أغنام بأرانب، لا الأرانب تكسب. شرط إن ربنا يوفقك. الشرط التاني إنك تحسن تجهيزات العنبر قبل البدايه. يا سلام. تختار كل حاجه بدقه. يا سلام. والبقى يعني خلاص بقى ربك ما راح يتركك اكيد. انا صراحه اول مره اشوف عيون الولاده المجلفن هذا. لا دي بوكس ولاده اهون، دي لسه بتنتف، لسه ما ولدتش، بتنتف شعر وبتجهز شعر للولاده. هي على ولاده خلاص. يا الله. دي ليها حكايه حلوه قوي. ايش هي الارنبه دي؟ لو احنا لاحظنا ملهاش ودان. ايوه دي بنت ام طلعت عندي، دي كانت مولوده عندي. ايه دي مولوده عندي. ايه وامها كلت ودنها وهي صغيره. ليه؟ كافتراس بدايه الولاده بيحصل احيانا افتراس. ياسم. المهم كلت ودنها. ايه خليتها عندي كبرت واخترتها انثى ومن افضل الاناث اللي عندي دلوقتي وشغاله ما شاء الله عليها. كم تشتغل؟ سنتين؟ هي احنا انا بعمل دايما العمر الانتاج عندي سنه سنه وشهرين وبحاول اجدد باستمرار. لكن العمر الانتاج المتعارف عليه في الارنب 2 سنين. يا سلام. لكن انا بحاول اجدد باستمرار. الام اخد منها موسم ويكون واحده مكانها دخلت وخلاص، وهي تطلع تتباع، تطلع لحم. لو مكمله معايا بتكمل بشرط انها تاكل على حسابها وتربحني. اليوم اللي هي بتاكل على حسابها انا بتخرج. ذكي. ومرقم وعارف هذه 17. طبعا. لا دي 97 بس اللازقه هنا 97، دي 96. كل ام بالنسبه لنا احنا جدول. رقم ايه. جل. الله يذكي. بنتعامل معاها برقم. ما شاء الله. وكل ام بتتعامل على حده زي الدواجن، الدواجن كله قطيع. ايه. لكن من الارانب هنا كل حاجه بتتعامل على حده لوحدها. عايز اوريك حاجه نشيل الناحيه الثانيه. يلا ما شاء الله. انا اول مره اشوف مزرعه ارانب. ده العلف اهو بتاعها. العلف الكبير ولا الصغير؟ ده العلف اهو، ده الكبير. اه احنا بنعمل علفتين، علفه ايه؟
للأمهات وعلفة للتسمين الصغير. يا سلام ما شاء الله عليك. المهندس سمير رجل عصامي بنى نفسه من نفسه. يا الله ما شاء الله ده الفلاين هون على كم جابت؟ يمكن 6 7 ما شاء الله 2 4 6 7 7 بسم الله ما شاء الله. ده الفلاين ما شاء الله. ده برضو الفلاين متبني له واحد شانشيل. يا الله الله اكبر هذه اكثر. ده عمره خلاص 9 ايام اهو. 9 ايام يا سبحان الله ما شاء الله. شغل منظم جميل نظيف. الله ده عمر يوم. يا الله تيجي كده في يوم. ده يومه سبحان الله. هذا المخلوق الحمد لله. فالأرنب عشق. ما تقوليش لا ما تقوليش عشق وهواية. وانت تستمتع في مهنتك ما شاء الله. بفضل الله ما شاء الله. بفضل الله. جزاك الله. تنصح احد يدخل المشاريع هاي؟ اي حد عايز يخش مشروع اعلاني بيخش شرط ان احنا قلنا اولا نتقي الله سبحانه وتعالى في فلوسه ويكون مصدره حلال. دي حاجه. الحاجه الثانيه يبحث عن حد يجهز مزرعته من الالف للياء تجهيز على اسس علميه وخبره. صح. الخبره مع العلم والعلم مع الخبره. لا ده ينفع لوحده ولا ينفع لوحده في مزارع الارانب. لو انا لسه دارس مهندس زراعي ولسه متخرج استحاله اقدر اوصل اللي انا بعمله النهارده بعد 24 سنه. لكن العلم مع الخبره بيديك الدفعه اللي انت تقدر تمشي بيها. لا اي حد عايز يشتغل ارانب يشتغل. شرط زي ما بقول يجهز مزرعته بما اعلافه وطبعا ما انا بقول يجهزها من الالف للياء بما فيها بطارياته المكان نفسه المكان وهو بيختاره يختار المكان ازاي. يعني انا صادفني مشكله مع احد الزملاء كان كل شويه يقول لي الامهات عندي بتفترس عيالها وبتاكلها وبيموتوا. طب رحت وانا رايح بس كده قبل ما اطلع عرفت السبب. ايه؟ حاطط مزرعته جنب قضيب القطر فالقطر رايح جاي الصريخ بتاع القطر والصوت ده خلي الام دايما في حاله انزعاج. فعندها طبعا في تغيرات معينه بتحصل نتيجه ارتفاع الهرمون الادرينالين ويحصل بقى تغيير البي اتش اللي حضرتك ادرى مني بيه طبعا استاذنا في الكيمياء. الله يسعدك. فبيسبب مشاكل كتير. لكن المكان والبطاريات والتجهيزات والاعلاف والعماله وده عنصر مهم والناس اللي تشغل المزرعه الناس الفنيين. صح. يعني ربنا يكملها بالستر كده اللي ربنا بيرزقه فني كويس ده من نعم ربنا. صادق. لان الفن الكويس النهارده شويه صعب. صادق. شويه. ما شاء الله انا شايفك يعني خسران على المزرعه وهي لك ملك. الحمد لله. يعني حتى وهي لي ملك انا ادفع احسن حاجه. مجلفن مجلفن امهات. صح. مجلفن واخد الكتروستاتيك كمان. امهات احنا اشترينا امهات من بره وطلعنا القطيع ده كله من انتاجنا بفضل الله. الله. يعني كنت الام اللي تولد اخد احسن ولادها واخليها اربيها ليا وادخلها مكان امها وهكذا وهكذا وهكذا. امها لما امها بتجيب مره واثنين وثلاثه اخد منها واكمل لغايه ما امها تتعب واطلعها لغايه ما بفضل الله عملنا قطيع. ناوي توصل كم ان شاء الله؟ والله المستهدف اول السنه القادمه ان شاء الله نقفل ال 2000 ما بعد كده في مزرعه اللي حضرتك لسه شايفها دي. ايه؟ والله دي 4 ادوار. انا يعني ربنا يكرمنا ونوصل خلال السنتين ثلاثه الجايين للخمسه. يا سلام يا طموح رائع. الله يوفقك ومزيد من النجاح. وتنصح اي واحد بالاصول اللي قبل شويه؟ طب لو واحد بغى امهات لو واحد بغى خبره ممكن طبعا تساعدنا اي حاجه عايزها و يعني تحت امره من الالف للياء. تسلم جزاك الله خير. معرفتك قديمه وعارف انك يعني تقدم الاحتساب قبل المال. حبيبي انت يعني اولا دي مزرعتك وانت عارف انا مبسوط جدا ان انت معايا. ثانيا احنا مش اول مره ان نعرف بعض. يعني فشهادتك ليا مشكوك فيها وشهادتي ليك مشكوك فيها. يا عم
خليها بقى. شكرا خليها لما يتعاملوا معانا. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يبارك لكم. الحمد لله على السلامه. شكرا الله يسلمكم وشكرا على الارانب. بندقهم بندق الارانب الشبابيك دايما دي حاجه بالصدفه. هي برضو دايما الشبابيك الارانب ما تبقاش مواجهه، دايما بتتفتح بزاويه 45 عشان طيار الهواء ما يعملش التهابات رئويه. يا سلام يا سلام. انا معجبني النظافه ولا حاجه ولا حاجة، قمة النظافة. بسم الله ما شاء الله. وأحجام كبيرة، أنا أول مرة أشوف الجامبو هذا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يوفقكم مزيد من النجاحات. وإذا الحين بنذوق الطعم. فوق، ما إحنا فوق. الاختبار فوق. الاختبار فوق. درجة الحرارة إحنا بنظبطها زي ما هنا على مثلا في الشتاء الهيتر بيتظبط على 19 درجة، أقل من درجة ال 19 أول ما يكسرها يبدأ يشتغل على طول بحيث إن هو يدفي المكان. طبعا درجة الحرارة المثلى للأرانب من 18 ل 23، بس إحنا بنخليها في ال 19 20 عشان الولدة الصغيرة. ما شاء الله. إن بيبقى عندك إنتاج صغير في الشتاء فبتدفيه. ممتاز. ده بالنسبة للوحة الكنترول، طبعا عليها برضو خلايا التبريد بتشتغل أوتوماتيك. لما بيبقى درجة الحرارة بتقل عن بتزيد عن 25 تبدأ خلايا التبريد كلها تشتغل رودات على طول. اشتغل بتبرد عن طريق شفط الهواء عن طريق المياه المبردة. الناحية التانية في شفطات الهواء بيخش خلال المياه المبردة يبرد يخش الناحية التانية في العرض. ابتكار. فالحمد لله. لا طبعا نفس. ودي عاملة ايه دي؟ لا دي انا جايبها مخصوص دي. دي امهم. ودولت عشان الفيران. الفيران ما تجي هنا. احنا في منطقة زراعية. فضل الله جايبهم. بس ما بيخشوش العنبر خالص لان طبعا القطط بتنقل نوع من المرض عن طريق الفضلات، هي وسيط للدوده الشريطيه. فاحنا ما بيخشوش العنبر خالص وليهم مكان هم حراسات. هم دايما موجودين بيتجولوا تحت هنا 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 بس ان ما فيش فار يعتب المزرعه. احسن احسن. ده احنا طبعا داخلين على الشتاء. احنا النهارده خلاص داخلين على اول 12 فبنجهز حاجات الشتاء. ده هيتر بيخدم على مزرعه 500 متر. ده ايطالي الصنع، الماركه بتاعته بي ام 2. ده بفضل الله بيتوصل بسنسور. السنسور بتاعه بيبقى هنا كده خارج بسنسور يخش اخر العنبر. تدفئه متوصل على شاشه. الشاشه دي بره معانا عندنا فحم تاني يا عم حسن هنا اهو. ما شاء الله. هات لنا شويه وهات لنا بزبور النار نلحق. ما شاء الله. اللحمه بيضة دي الانارب اللي تحت. اللحمة الحواوشي وبهارات خبزة داخلها اللحمة خرافية. بتاخد على يرفورني على الطاسة على الفحم. يا سلام. ده على الفحم. يا سلام يا سلام. هو كده ها؟ أحلى حاجة حرقتها. أب 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 أب. يا سلام. زود بقى زود. ما شاء الله ما شاء الله. الأنارب عايزين الأنارب.